قصيدة شاب الجزائر مسلم للعلامة عبد الحميد ابن باديس، المتوفى سنة 59 و300 بعد الألف هجرية، رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شاب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخض الخطوب ولا تهب، وارفع منار العدل والإحسان واصدم من غصب، واقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب، وأذق نفوس الظالمين سما يمزج بالرهب، واهزز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. من كان يبغي ودنا فعلى الكرامة والرحب، أو كان يبغي ذلنا فله المهانة والحرب. هذا نظام حياتنا بالنور خط وباللهب، حتى يعود لقومنا من مجدهم ما قد ذهب. هذا لكم عهدي به حتى أوسد في الترب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب، تحيا الجزائر والعرب.